كابتن أسامة، يمكن دايما بنقول في مباراتي الذهاب والعودة الشوط الأول بره والشوط الثاني جوه، الشوط الأول خلص بنتيجة تعتبر مرضية طبعا للنادي الأهلي. تمام، لقاء العودة هنا والشوط الثاني هنا إن شاء الله على استاد القاهرة. بس شفنا حاجات النهاردة في الفرقة اللي ما كانش فيه تأثير نفسي لمباراة الزمالك، روح عالية جدا، بتقدم أداء دفاعي جيد على أعلى مستوى، الحمد لله قدرت تطلع بالهدف الاساسي ان ما يخشش فيه الجول. ان شاء الله ان شاء الله. وفي حاجه كمان ايجابيه، شوبير بيحافظ على نظافه شباكه في افريقيا، واعتقد ان مصطفى النهارده من نجوم المباراه. فنتيجه تعتبر مرضيه للنادي الاهلي في انتظار بقى نتيجه لقاء العوده ان شاء الله لصالح النادي الاهلي. يعني كلنا اجمعنا وقلنا ان المباراه مش هتنتهي هناك، والحسم هيبقى في القاهره، وقلنا نتمنى نطلع بنتيجة إيجابية، والتعادل 0-0 من النتائج الإيجابية خارج ملعبك. احنا قلنا قدرنا نجيب جون، كسبنا، يبقى طبعا هايل زي ما عملنا مع تسيمبا. تعادلنا نتيجة إيجابية كويس، تعادلنا زي النهاردة نتيجة 0-0، نتيجة برضو جيدة. ما كناش عايزين تأثير الهزيمة الأخيرة أو الظروف اللي كانت فيها الفرقة من الإصابات الكتيرة إنها تأثر على الفريق، وده كنا متوقعينه. إحنا قلنا غالبا النادي الأهلي لما بيتحط في ظروف صعبة، واللعيبة أكيد تابعوا السوشيال ميديا، أكيد تابعوا الاستعدادات التحليلية، أكيد شافوا تأثير الجماهير حتى لو من أهاليهم هم نفسهم، ذات نفسهم هتلاقي الناس كانت بتلومهم على النتيجة بتاعت الماتش اللي فات، ماتش الزمالك. كل ده إدى دوافع كبيرة جدا مع بنبارك برضو مستر كولر والجهاز والفرقة كلها النهاردة مبدئيا على الشوط ده، إنه دي حقيقة لسه في مباراة عودة، على انه غير حاجات معينه اثرت في الحركه السريعه في التلت الامامي. صحيح ما قدروش يستثمروا فرصه من الفرص السهله، بالذات الشوط الاول اللي جت لاكثر من لاعب منهم زي وسام او احمد عبد القادر، ولكن كان في نشاط، في حركه، في حيويه. نص الملعب ادى يعني بتكوينه ده، في ناس بعيد، في ناس راجعه من اصابات، في ناس راجعه من فتره طويله زي اكرم، حتى كنا متخوفين شويه من اكرم ان ممكن الحماس الزايد يعمل له انذارات او طرد او كده. ان شاء الله نطمن عليه الاصابه الخفيفه اللي جات له دي، لكن ادى مباراه كانت كويسه، مش يعني كان معقول جدا. المدافعين النهارده على رغم في بعض الكرات واللي حصل، بس ده طبيعي، انت بتلعب خارج ملعبك مع فرقه بتلعب على عايز توصل نهائي، مازيمبي ليها تاريخ برضو ايضا كبير. كان في تركيز من هاني، كان في تركيز من علي معلول، قام بالنواحي الدفاعيه الى حد كبير افضل من المباريات الثانيه، ما قامش بالدور الهجومي الكبير، واحنا كنا متوقعين من علي معلول، كنا متوقعين انه هيصبر شويه لتحت مع عبد المنعم ورامي ربيعه اللي هم افضل من الماتشات اللي فاتت. والفرقه ككل كانت روحها عاليه جدا واستمرت الشوط الثاني، رغم ان الشوط الثاني اقل نسبيا في الفرقتين على فكره، مش في النادي الاهلي بس، من حيث كميات الجري. الملعب كابتن له دور كبير قوي 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 طبعا، وبرده في بذل جهد الشوط الاولاني كتير طبعًا. من الفرقتين الجهد اقل، الفرص اقل من الفرقتين الشوط الثاني، فرص في الشوط الاولاني للفرقتين كانت اكتر. ونيجي بقى لمصطفى شوبير اللي هو يعتبر نجم اللقاء النهارده، تعامل في اوقات مناسبه جدا في اكتر من فرصه بثقه وبراعه، طلعها كويس قوي. الكرات العرضيه معظمها باستثناء كره، وده عادي جدا، هنتكلم فنيا لكن يعني ادى مباراه جيده، كان محافظ. يعني ما هو من الحاجات الكويسه صحيح. اللي بتبقى في الفرقه انك انت لما توصل للمناطق الخطره ويبقى في حاجه مؤكده الفرص، وحد يشيلك اللي هو اخر رقم في الفرقه اللي هو خلاص الكره هتخش الشبكه،
فبرضه النهارده هو تفوق وشال كورتين او ثلاثه خطيرين جدا وغير الكرات العرضيه. فالفرقه بصفه عامه طلعت بالنتيجه المرضيه، لكن ان شاء الله في جهد واصرار وتصميم بقى الدور الماتش المباراه الجايه، خاصه هيبقى في مسانده غير طبيعيه من جماهيرنا ان شاء الله، والروح تزيد والفرص هتبقى متاحه ان شاء الله لينا اكتر، لكن لازم نعمل حساب لكل صغيره وكبيره. صحيح. ان شاء الله.